خليل غامدي من المملكة العربية السعودية قدم شوطا ممتازا في الشوط الأول من حيث التحكيم، 5 كروت صفراء ضربة البداية أحبتي الكرام عبر قناة أبو ظبي الرياضية لشوط المباراة الثاني بطولة كرة القدم 24 في دورة الألعاب الأولمبية 29 في بكين، هناك في شرق دلاء، ولكن قد يحدث التغيير في النتيجة لأن باتو خطير. يا السلام يا السلام، الله، وكأني برونالدو أمام منتخب تشيلي في بطولة كأس العالم 98، نفس المهارة في المرور ولكن لم تكن النهاية نفس النهاية. شوف المرور، شوف التمويه، باتو ميلان، باتو نور المرسلي، غدا شعاع، حسين سلطاني، وبالتأكيد كل هذه الأسماء، هشام القرون والشيخ أحمد الحشر، والتسديدة القوية في اللقطة الماضية كانت عن طريق توم ديمول من جانب المنتخب البلجيكي. شوف الكرة وشوف السلاح البلجيكي وشوف التسديدة، ولكن حارس المرمى رينار، هدف، نقلات صفراء، نقلات ذهبية بحثا عن الذهب إلى رونالدينيو، متحرك، ممتاز، فنان، محاول، ساحر. يا السلام، عرضية، كرة، فرصة، باتو، محاولة، الله، يا جماعة قربت البرازيل، اقتربت كثيرا من الهدف الأول. لن ترضى البرازيل بالتعادل وهذا لا يرضيها، ورونالدينيو يستعيد الكثير في هذا اللقاء من مستواه. شوف رونالدينيو، شوف المهارة، شوف الكرة العرضية، خلصها حارس المرمى، باتو كانت في لمسة يد ومطالبة بركلة جزاء على البغور. رسمة تذكرهم بالرسام البلجيكي أنطوان، هنا الكرة، هنا الرسمة قد تأتي، هنا التسديدة، الله، كيفن ميراليس في محاولة للتذكير بالرسام البلجيكي أنطوان ويرتز، صاحب الفن الرومانسي الجميل، بكرة رومانسية بلجيكية جميلة، كانت إحدى رسماته ثابتة. رونالدينيو الثالثة قد تكون ثابتة، رونالدينيو يلعب لكرة في مكان، الله، حارس المرمى في المكان المناسب، وكرة رونالدينيو كانت في المكان المناسب، ولكن حارس المرمى استطاع أن يسيطر عليها على مرتين، وبالتالي فرصة بتضيع. هنا المرور، هنا دييغو، يا سلام، مهارة في الطلاق، ولكن الكرة أيضا بتتخلص، قتالية، متابعة، هيرنانيز، يا سلام، بيلعب لكرة، الله، الشعلة الأولمبية البرازيلية الأولى في هذا اللقاء، الأولى في هذه البطولة، لتجاوز سور الصين، لتحقيق هذه البطولة لأول مرة، لإنهاء عنادها بكل هذه الأحلام. هيرنانيز يبدأ هذه المباراة وإن كان متأخرا. شوف هيرنانيز، شوف المرور، شوف المهارة الفردية، يفعل ما عجز عنه باتو ورونالدينيو، ويشعل الشعلة الأولمبية البرازيلية الأولى في ملعب شينجانج أولمبيك ستاديوم. لن ترضى هي هنا المرور، موسى ديمبلي، ولكن مقطوعة، تعود من جديد، فيها تسديدة قوية، ولكن طان حارس المرمى رينان، كانت من البديل ديميس اللي حاول فيها، ولكن الثاني رونالدينيو يلعب لك كرة في مكان إلى جود، تأخر فيها جو، عاد إلى مارسيلو، يا السلام، شوف المرور، الله الله الله، فرصة الثاني، تياغو نيفيز يتقدم فيها، يتقدم بمر بيعدي، بيلعب لك كرة، محاولة، الله، مزيكا أمام بلجيكا، ولكن راية وتسلل، راية وتسلل، يلغى الهدف بداعي التسلل بوجود هذا اللاعب جو اللي حب يعمل له جو في هذه البطولة. في المباراة الأولى لحظة خروج الكرة كريم، 6 لاعبين، جمهور الصين المتواجد يشجع بلجيكا ليس حبا فيها بل ربما كرها في البرازيل، والتسديدة القوية، ولكن الكرة إلى خارج الملعب، والنقاط 3 بعد هذه الكرة أعتقد بأنها برازيلية. نقاط أولى في المباراة الأولى في صدارة للمجموعة الثالثة، وإن كشر كروت صفراء وكرتين حمر، انذارات بالجملة، ما بقى كرت ما استخدمها خليل غامدي، تنقطع الصورة قبل انتهاء المباراة. ولكن في هذه اللحظة حبائي الكرام مشاهدين عبر قناة أبو ظبي الرياضية، خليل غامدي ينهي أحداث هذا اللقاء بفوز المنتخب البرازيلي بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب هيرنانيز
في افتتاح بطولة كرة القدم 24 في دورة الألعاب الأولمبية 29. بداية وليست إلا البداية، نتمنى بأن نشاهد بطولة كبيرة جدا على أعلى المستويات من جانب كل المنتخبات. نتمنى بأن تكونوا قد استمتعتم بهذا اللقاء، وتقبلوا تحيتي محدثكم فارس عوض قبل أن أنتقل بكم إلى موفدينا علي كاظم وهيثم الحمادي في العاصمة الصينية بكين. لكم كل التحية وننتقل بكم.